بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا حضورنا الكريم على بركة الله وحفظه، أيها الإخوة انطلقنا لمعركة أبناء القبائل. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوطنا أيها الإخوة التاسع في مجموعة الأشواط هو الشوط الأول الرئيسي للأبكار المحليات، اللقاية أتمنى إن شاء الله كل التوفيق. إلى المركز الأول ريم سعيد بن عبيد الحميري، لحظة على المركز الثاني حمود وسلطان بن راشد العويسي، وفي المركز الثالث وصلت هناك الحقة على ثلاث مراكز وراشد بن سيب بن علي عويضة الهاجري، بينما اللي في المركز الرابع نوف عبد العزيز بن مفرح المسافري، وخامس المراكز هناك سهت على خامس المراكز منصور بن سيب بن خلفان على قويس الشاهينية، خامسا محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة، بينما اللي في المركز السادس وصلت في هذه اللحظات شاهينية سعادة مطر بن سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز السابع هناك من الجانب الآخر أيها الإخوة اللي في المركز السابع وصلت في سابع المراكز الشوف هناك حاملة رقم 9 اللي هي صيت خالد بن حمد بن راشد النعيمي، وفي المركز الثامن أيضا وصلت هناك نبرة وعبد الله بن سيف بن سعيد بن عنتر على قفلي، وتاسع المراكز أتت في هذه اللحظات اللي هي الياسية أحمد بن محمد بن محمد غنام الهاملي، وفي المركز العاشر اللي هي ثروة راشد بن سعيد بن مبارك بن مجرين. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا أبناء القبائل أتوا من شتى ميادين الدولة ومن هذا الميدان للتنافس عن المركز الأول، للتنافس على معركة الشوط الأول الرئيسي للإبكار المحليات الأصايل بشعارات أبناء القبائل. يا هل ترى العنوان والناموس وين اتجاهه حتى هذه اللحظات إلى أهل الخوانيج؟ هناك مع المركز الأول ريمة سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، نوف على المركز الثاني عبد العزيز بن مفرح المسافري، الله يفرح أيامك الله يفرحك مع نوف أيها الإخوة. النقلة على سهت في ثالث المراكز مع منصور بن سيب خلفان الغويس، هناك الشاهينية سعادة مطر بن سعيد بن عبيد الحميري المركز الرابع، بينما اللي في المركز الخامس محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة. لمن الشاطئ أيها الإخوة، لمن الشاطئ أيها الجماهير العزيز المميز، هناك صيد خالد بن حمد بن راشد النعمي سابعا أيها الإخوة، ولا المركزات المركز السابع مع بن عنتر نقدم نبرة سيف أو عبد الله بن سيف بن سعيد بن عنتر لقفل المركز الثامن، اللي في المركز الثامن الحقة وراشد بن سيف بن علي عويضة الهاجري، وتاسع المراكز في هذه اللحظات ثمينة حمد بن حميد بن راشد الحجري. انتقل وياكم من المركز العاشر لحظة وحمود بن سلطان بن راشد العويسي. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة، هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة. لمن الشاط أيها الجماهير، لمن الشاط أيها الإخوة حاضرين متابعين لهذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة، هذه الانطلاقات العملاقة، هذه الانطلاقات الخطيرة. لمن الشاط يا الحميري، يا أبو مطر يا أبو مطر. هنا على المركز الأول من يقدم ريمة على مقدمة هذا الشوط وسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري سهد مستمعين الأعزاء، هنا ثابت على المركز الأول مع منصور بن سيب بن خلفان الغويس، ولكن الشاهينية سعادة مطر بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. الكل مدى يقترب ينفرح أيضا هنا متجول مع نوف مع هذه الأسامي الكبيرة عبد العزيز بن فرح المسافري، ولكن الهاجري وصل مع عرايف عمر بن مطر بن لاحج الهاجري، ولكن الحجري بدأ يتدخل مع ثمينة وحمد بن حميد بن راشد الحجري. يا هل ترى السلامات وين؟ السلامات وين؟ أولا وثانيا مع الحميري افتتاح الموسم أشواط أبناء القبائل إلى أين سوف يذهب؟ يا ريمة والشاهينية، ريمة لسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، الشاهينية ثاني المراكز سعادة مطر بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، سهد ثاني ثاني أيها الإخوة للسيد منصور بن سيب بن خلفان الغويس، هناك محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة مع الشاهينية المركز الرابع، خامس المراكز أيها الإخوة. لحظة
وحمود بن سلطان بن راشد العويسي. يا عذابك يا عذابك اللي تبى المركز الاول، يا عذابك اللي تبى المركز الاول. هراريم ايها الاخوه، المراهقه المراقبه من الشاهيريه، الحميري مستمعين الاعزاء، يهدي الخوانيج واهلها، يهدي الخوانيج واهلها. اول المراكز حتى هذه اللحظات الجميله مع ريمه سعيد بن عبيد بن عبيد بن خليفه الحميري. تبارك الرحمن تبارك الرحمن على هذا الاداء الجميل، افتتاح الموسم افتتاح الشوط الاول الرئيسي للابكار المحليات الحجري والعويسي، قادمين بكل قوة. ولكن المئتين المتر الأخيرة، الله يا أبو مطر يا أبو مطر، مال هل الحميري. سلام وتحية لمال كريمة سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. تاني لو أنه مش على هذا الحضور الجميل، ثمينة حمد بن حميد بن راشد الحجري المركز الثالث أيها الإخوة، لحمود بن سلطان بن راشد العويسي المركز الرابع، منصور بن سيبة خلفان الغويسي المركز الخامس، سعادة مطر بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. التوقيت 6:16 و56 جزء من الثاني. تهانينا والناموس.